الحمل خارج الرحم هل لي أعراض وهل أنا ممكن أكتشفه بدري ولا لا؟ الحمل خارج الرحم هو انغماس الجنين خارج تجويف الرحم، يا إما بيبقى في قناة فالوب أو في أي عضو خارجي خارج تجويف الرحم الداخلي. الأعراض الأساسية للحمل خارج الرحم هو وجود ألم في جنب من الجناب في أول الحمل أو وجود نزيف في أول الحمل. طبعا حضرتك بتستشيري الطبيب المسؤول اللي هو بيقوم بإجراء سرار داخلي لتحديد مكان الحمل، وبيطلب اختبار الحمل الرقمي اللي على أساس اختبار الحمل الرقمي ومتابعة اختبار الحمل الرقمي بقدر أحدد إذا كان الحمل ده صحي ولا لا، داخل الرحم ولا لا، وإيه طريقة التعامل معاه. زورونا في العيادة نتكلم في تفاصيل أكتر بما يخص حالة حضرتك. سعداء بمتابعتكم، تابعونا في الحلقات الجاية للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم.